قص نعطيكم مثلا البلانينج نهار الاثنين 1 جوان الصحة والأطباء، نهار الأربعاء 3 جوان البلديات وأعوان الولاية، نهار الخميس 4 جوان الكيمياء والنفط وشركة فوسفات قفصة، الاثنين 8 جوان النقل والسكك والمواني، الأربعاء 10 جوان تجهيز المياه الكهرباء وطريق السيارة، الخميس 11 جوان البريد الاتصالات والإعلام، الاثنين 15 جوان العدلية المالية والبنوك، والأربعاء 17 جوان الفلاحة وضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية. أو مهرجان كارتاج هذا ينتظركم في قادم الأيام. رف مقور الأعداد، هل من المنطقي اليوم في الوضع اللي تعيشه تونس وبخروجنا من الكورونا وحكومة للأمانة قولوا فيها اش تحب، ما لقيتش الوقت باش تقعد على الكرسي وتخدم معنا، قالوا السلام عليكم جات الكورونا، بدينا نرتاحوا من الكورونا، يخرج لنا بلانينج مهرجان الإضرابات. سونيا تعطي صفر مهرجان الإضرابات بعد الحجر الصحي. توا احنا بلاد تقريبا قداش ليها ملي واقفة، نجم نقولوا شهرين بلاد واقفة تقريبا، نجم نقولوا شهرين الناس ما خدمتش، نجم نقولوا شهرين المؤسسات الكل العمومية واقفة. اليوم حتى رجعت ما رجعتش بالطريقة المعهودة ب100% على خاطر فما 50 وفما يعني شنو اللي نحبوا اليوم، شنو اللي نحبوا نحبوا باجيت ماجيك عصا سحرية نضربوا بها وترجع الأمور كلها. يعني وقت اللي تشوف الشعوب اللي مرت بأتعس بكثير من أزمة الكورونا، وقت تشوف اللي ألمانيا دمرت تقريبا بالكامل، وقت تشوف اليابان ربما بعاد في التاريخ، أما يزمنا نذكروا اللي فما بلدان تدمرت، كيفاش خرجوا، كيفاش وليت اليابان، كيفاش وليت ألمانيا، هذه القوة العظمى اللي بعد ما دقدقوا ألمانيا تقريبا ما قعدت فيها حتى شيء، الناس الكل ثناوا الركبة وبدأوا يخدموا باش يخرجوا باللي هما فيه وباش يحضروا للأجيال. ربما ما كانوش يخموا في الأجيال اللي بعدهم، لكن إذا كان اليوم الأجيال اللي ما بعد الحرب العالمية الثانية اليوم يعيشوا في قوى عظمى كما اليابان وألمانيا، على خاطر شعوبهم وقفوا لرواحهم، لا هي دولة لا حتى شيء، شعوب وقفت، شعوب ضحات، شعوب يخدموا ويزيدوا يخدموا بالنهار ويخدموا بالليل. كيف نتعامل مع هذا سونيا اليوم؟ عندك كيف حق دستوري ما تجمش تقولوا هذا حق دستوري من أين أتى القرار؟ شكون اللي قرر الإضرابات؟ اسكو سي سيريو اليوم في الأزمة اللي احنا فيها؟ اسكو سي سيريو نطالب دولة شنو باش تعطيك وحكومة شنو اللي باش تعطيك؟ شنو اللي باش تعطيك اليوم؟ ما عندها شيء، ما عندها شيء، هما اصلا ما لقاوش حتى الوقت باش يفهموا الوضعيه بالكدا، مازال وزير الماليه مازال يتنحنح وقرر الوضعيه صعيبه برشا برشا برشا، هذا اللي احنا في الكورونا، هذا اللي خلى الناس تمشي في تاويلات انه هذا سياسي بامتياز وهذه قرارات تبحث على تركيع الحكومه مثلا. اش باش تركعها اكثر ما يراكعها؟ لا تركيعها على ركيبها الحكومه، إيه؟ والدوله على ركيبها والشعب على ركيبه، تركيحة أكثر إذا كان ما عندهش بعد سياسي، وتعرف أنه الحكومة غير قادرة اليوم مثلا أنها توفر طلبات القطاعات هذه، نعرفوه هذا اليوم احنا حتى نعيشوا سنة عادية متنجم توفر حتى شيء. فوالا شو خلفية المطالب هذه؟ عن ماذا تبحث اليوم وقت اللي تقوم بالإضرابات هذه؟ باش يتمركزوا باش نوريوا لي احنا موجودين، باش راك ما تنجم تقرر حتى شيء من غير ما تتعدى بيا أنا راو إي لا 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 نزيدوا أكثر، نزيدوا أكثر بالطبيعة، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أربع برهان باش نوضحوا.